عقدت إدارة بعثة الحج البحرينية اجتماعا في مقر البعثة للوقوف على آخر الاستعدادات اللازمة في المشاعر المقدسة، وقد باشرت اللجنة التزام باشتراطات الصحة التي تطبقها على الحجاج البحرينيين، وذلك من حيث سكن الحجاج البحرينيين وتقييم مرافق المبنى ومتابعة الاستعدادات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وما يتعلق أيضا بصحة الحجاج وسلامتهم. طبعا اللجنة العليا للحج برئاسة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية سيد نواف المعاودة، الحقيقة نحن على متابعة وهم يتابعون أخبار الحجيج أولا بأول ويحرصون أيضا على سلامة الحجاج، فجزى الله الجميع خير الجزاء. وأحب أيضا أن أطمئن حجاجنا وأهالي الحجاج في مملكة البحرين بأنه قد اكتمل عقد الحجيج في هذا اليوم المبارك، ووصل جميع الحجاج ولله الحمد والمنة بخير وسلامة. لله الحمد والمنة تم تجهيز مساحة 4400 متر مربع بواقع مترين لكل حاج، موزعة على 19 خيمة مضادة للحريق. تم تجهيز مكيفات جديدة بسعة تبريد عالية يغطي كل مكيف 5 طن مساحة 25 متر مربع. لأول مرة السنة نخصص خيام للنساء وخيام للرجال بحيث أنه ما يكون فيها قواطع بين الرجال والنساء. يشرف على المخيم مجموعة من الفنيين الصيانة والكهربائيين على مدار الساعة. أشكر رب العالمين أنه خلاني اليوم أن أنا أكون في حج الأكبر لأول مرة في حياتي، وثانيا أشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى لمملكة البحرين على جهودها الكثيفة والحثيثة على خدمة الحجاج من كافة دول العالم. شعور لا يوصف مع أنني استضفت وكنت من أحد ضيافة الرحمن، هو واحد. الشيء الثاني أن أكون واحدة من الحجيج بعد هالانقطاع اللي صار لنا بعد سنتين الكورونا والهاي، وأكون من أول الملبين إلى واحدة في الحرم المكي. شعور لا يوصف، لا يوصف هذا الشعور، يعني ما أقدر أعبر، حتى التعبير يخوني فيه. وكانت هناك تسهيلات يعني كبيرة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين الأجواء كلش يعني روحانية والأمور ميسرة للحاج والمعتمر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله عقب قطاع سنتين يعني الله قدرناني وبلغنا نحج بيت الحرام، وايد مستانسين الحمد لله والجماعة مو مقصرين. دشنت رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية مركز العمليات المشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم الحج من أجل رفع مستوى التنسيق بين قطاعات الرئاسة والجهات الأمنية المشاركة في متابعة المهام الأمنية. هذا ويقوم مركز العمليات المشتركة بإدارة الحشود البشرية في منشأة الجمرات والتي تحتوي على أكثر من 500 كاميرا، بالإضافة إلى كاميرات العد الإلكتروني لإدارة الحشود من وإلى تلك المنشأة، حيث وفر مركز العمليات المشتركة إمكانيات متطورة وتقنيات حديثة تخدم عملية تبادل المعلومات والاتصال بما يضمن الاستجابة المعلوماتي والتوافق العملياتي لخدمة ضيوف الرحمن عن قرب.